إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، صباح الخير للجميع. مشاهدينا مباشرة من تامن الاسطواحي قلعة السراغنة، كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي. الحمد لله، يعني أمطار الخير بالمنطقة بعد أشهر من الجفاف. مشاهدينا كما كتابعوا معنا، فالحمد لله والشكر لله. اليوم ما كنشوفوا يعني المنطقة ديال قلعة السراغنة يعني أمطار الخير في هذا الأثناء بمدينة تامن الاسطواحي قلعة السراغنة. فمشاهدينا، إقليم قلعة السراغنة اللي عرف تساقطات مطرية هامة هذا الأسبوع حتى حدود الساعة، كما كتابعوا معنا من ضواحي قلعة السراغنة من مدينة تامن الالت، فأمطار الخير منذ الصباح. فالحمد لله والشكر لله، كما قلت، فبعد انتظار طويل بعد أشهر ديال الجفاف تنشوفوا اليوم الحمد لله أمطار الخير. يعني نطلب الله سبحانه وتعالى يعطيها لنا على قد أنفع، يعني كما شفتوا معنا الموسم الفلاحي، احنا غادي نتخطاو الموسم الفلاحي، لكن الحمد لله هاد الشتاء اللي غادي تنتفع بها الزيتون اللي معروف هنا بالمنطقة، كذلك بعض المنتوجات الفلاحية اللي غادي تستفد من هاد الأمطار ديال الخير، وكذلك السدود اللي الحمد لله غتعرف واحد الانتعاش من بعد ما انه كانت في واحد الانخفاض. اليوم الحمد لله، فالله سبحانه وتعالى امطرنا بامطار الخير، فالله يعطينا على قد ننفع ان شاء الله. إقليم قلعة السراغنة اللي عرف تساقطات مطرية الحمد لله هذا الأسبوع هذا. واليوم الحمد لله منذ الصباح يعني قلعة السراغنة، ضواحي قلعة السراغنة الآن كنتواجدوا في منطقة ديال تامن الالت، مدينة تامن الالت والنواحي ديال تامن الالت، كما كتتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي. يعني بعد أشهر من الجفاف كنشوفوا الحمد لله اليوم الله سبحانه وتعالى تمطرنا بأمطار الخير هذا الأسبوع. جل التراب الوطني وخاصة مدينة قلعة السراغنة وإقليم قلعة السراغنة اللي عرف دوره تساقطات مطرية هامة الحمد لله. منطقة قلعة السراغنة كما كتعرفوا مشاهدينا أنه منطقة فلاحية بامتياز اللي معروفة بالزيتون، شجرة الزيتون وعدد ديال المنتوجات الفلاحية، واللي هذه المنطقة في أمس الحاجة للمياه، واللي عرفت في هذه الأواخر نقص في المياه الجوفية والمياه السطحية. يعني الحمد لله، وأخيرا الله سبحانه وتعالى كرمنا بأمطار الخير، فكنحمد الله ونشكره على هذه النعمة هذه، ونتمنى الله يعطينا على قد ننفع إن شاء الله. الحمد لله، الشكر لله، أجواء ممطرة وممتعة
بالمنطقة هنا ديال قلاع السراغنة، وكنعرفوا أن الحمد لله في جل الأقاليم المغربية كانت أمطار الخير هذا الأسبوع، لكن اليوم كما كتابع معنا على المباشر فمنذ الصباح أمطار الخير بالمنطقة ديال قلاع السراغنة بإقليم قلاع السراغنة، والآن كنت وجدوا بضواحي تمل يعني إقليم قلعة السراغنة، فالحمد لله أمطار الخير كما قلت فمنذ الصباح الباكر يعني بعد أشهر من الجفاف. الآن بمنطقة الرحامنة لهذا الإقليم دورته هو شهد تساقطات مطرية هامة، فالحمد لله على هذا الخير على هذا المطار الخير اللي عرفتها بلادنا مؤخرا كما قلت بعد انتظار طويل بعد أشهر من الجفاف، واللي يعني كنا في أمس الحاجة لهذه الأمطار، لكن الله سبحانه وتعالى كبير في الأخير كيمطرنا بأمطار الخير، ونطلب الله يدوم علينا نعمة إن شاء الله. مشاهدي قناة شوف تيفي، إذن مشاهدينا ما بقى لي إلا نودعكم، نلقاكم إن شاء الله في مباشر جديد في موضوع جديد بعد ما تابعتوا معنا هذه الأجواء الممطرة والجميلة من ضواحي قلعة السراغنة، نلقاكم إن شاء الله في مباشر جديد في موضوع جديد، إلى اللقاء.